الجماهير الجزائرية العظيمة تفاجئ أبو تريكة بزيارة والدته بمصر. أهلا بيكم. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو أول مرة بتشوفونا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم إشعار بالفيديوهات الجديدة. الجماهير الجزائرية المحترمة راحوا زاروا أم محمد أبو تريكة، وأجمل حاجة في الزيارة دي هو دعاء الحاجة أم محمد أبو تريكة المنتخب الجزائر. تعالوا بنا نسمع قالت إيه. هنا رانا مباشرة من منزل أبو تريكة، وهذه الوالدة بتاعه، هذه أم أبو تريكة، الله يحفظها إن شاء الله. يا ربي يوفقك. كلمة للشعب الجزائري. يا ربي يوفقك ويسعدك وترضعه بالكاس. إن شاء الله يا رب العالمين، الله يحفظها. يا رب يا أخوي يقبل بخاطرك يا رب وترضعه شايلين التسلم يا سيدي. نحبه ومحمد. يا رب. والله يعني نموتوا فيه. يا أخوي يعطيك العالم، نقول يا ربي يا حبيبي. إن شاء الله يا رب العالمين. سمعتوا قالت إيه؟ شايفين قمة البساطة وقمة التواضع وقمة الأدب وقمة الرقي؟ هي دي الأم المصرية بجد. وبقول لإخواتي الجزائريين اللي بيكتبوا لي في التعليقات ويبعتوا لي على انستجرام وبيقولوا لي ليه ما بتتكلمش عن الجماهير المصرية اللي كانت بتشجع نيجيريا في الماتش اللي فات، أنا بقول لكم من هنا أنا مش هتكلم على أي حاجة سلبية تكرهنا في بعض، هتكلم على الحاجة الإيجابية اللي تحببنا في بعض أكتر وأكتر. عمري في حياتي ما هتكلم على حاجة تخلينا نكره بعض تاني. كفاية فتنة بقى، كفاية فتنة. ما انا ممكن اطلع اتكلم على الجماهير دي ودي كل ما بتمثلش المصريين وهاخد مشاهدات وهبقى حبيب الجزائريين، بس اهم حاجة ما نعملش فتنة، اهم حاجة نفضل نحب بعض. مش هما التلاتة اربعة دول اللي بيعبروا عن المصريين، حتى لو كانوا الف واحد شجعوا نيجيريا ضد الجزائر فدول ما بيمثلوش كل المصريين. ادوكوا شفتوا ام مصرية محترمة بتدعي للجزائر بالفوز، وكلنا بندعي للجزائر بالفوز وبنتمنى ان الجزائر تفوز بالبطولة، وان شاء الله اللقب جزائري ونفرح مع بعض بعد المباراة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. انا بشكركم على المشاهدة وما تنسوش اللايك والشير، وكل عام وانتم بخير.